شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم ختام دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب دبي 2017 في نسختها الثالثة، وذلك بنادي دبي لأصحاب الهمم. وشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب التي تقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط 800 لاعب ولاعبة من 30 دولة تنافسوا في 7 ألعاب، وهو الرقم الأكبر من حيث المشاركة في مثل هذه البطولات، وهي ألعاب القوى وكرة الطاولة والريشة والسباحة وغيرها. وتجول سمو في القاعات الرياضية بنادي دبي لأصحاب الهمم، ترافقهم معالي حصة بنت عيسى أبو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وأسعد الثاني جمعة بن رقاد رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، نائب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية البارالمبية مدير الألعاب، وسعادة ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، حيث شهد سموه جانبا من منافسات اليوم الختامي في مسابقتي تنس الطاولة ورافعات القوة، كما قام سموه بجولة في القرية التراثية المصاحبة للحدث. كما شارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم في تتويج أبطال اليوم الختامي للبطولة. We're thankful too that you have with the countries of Asia. Thank you very much for that. The silver medalist, the gold medalist.